الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم أيها الأخوة الكرام إلى فقرة جديدة من غرامير. كما نتكلم عن قواعد اللغة في اللغة الفرنسية، إذا نتكلم عن غرامير. هنا سنكمل مع لو ديتيرمينو. لو ديتيرمينو كما نقول الحاسم أو القاطع في أمر ما مثلا، أو المحدد. إذا طبعا كما نتكلم هنا عن مجموعة محددات، طبعا هي أنواع كما سنرى. إذا نتكلم عن لي ديتيرمينو كما نقول محددات إلى غير ذلك. إذا هنا مجموعة محددات كما سنرى، مثلا عندنا لو لا الابوستروف، ثم عندنا لي أن أون دي، ثم مونتون سون ما تاسا مي تي سي نوتر فوتر لور نوفو لور سو سيت سيت سي دو تخوا. علاش ما عندناش ان؟ في السابق راينا ان ثم راينا ان في المؤنث. اذا طبعا ان او ان هي تصلح للعدد وتصلح للدلاله على ان هذا الاسم غير معرف. اذا هنا عندنا ان ديتيرمينو سي كوا. اذا نتكلم عن المحدد هو ماذا؟ ماذا يعني هذا الكلام؟ عندما نتكلم عن ان ديتيرمينو سي كوا، اذا ماذا يقصد به؟ سي كوا هو ماذا؟ Le nom commun est rarement tout seul. Le nom commun est rarement tout seul. إذا الاسم العام. Le nom commun. عندما نقول تلميذ مثلا، تلميذ هذا اسم، ولكن ينضوي تحته مجموعة تلاميذ، ينضوي تحته مجموعة أطفال. وكذلك عندما نقول طفل، un enfant. Un enfant هذا اسم، ولكنه يدل على كل أشخاص الصغار في سن معينة. عندما نقول رجل نفس الشيء، عندما نقول طريق نفس الشيء، عندما نقول طريق نفس الشيء، هذه طريق وتلك طريق والأخرى في بلد آخر طريق. إذا نتكلم عن كل الأماكن الممتدة التي تسمح بالمرور مثلا تسمى طريق. ولكن عندما نقول طريق الفلانية، إذا طبعا هنا نحددها. إذا هنا ما تبقاش أن نو كومان، تولي أن نو بروبر. إذا نتكلم هنا عن اسم خاص، يصبح الأمر هنا اسما خاصا. إذا عندما نقول مثلا، عندما نقول محمد أو مصطفى أو جورج، إذا هذا اسم خاص، خاص بفلان. إذا هنا نتكلم على لي نو بروبر. هنا نتحدث عن لو نو كومان. لو نو كومان إذا نتحدث عن اسم عام. إي غارمون تو سول، هو نادرا وحيد، هو نادرا وحيد. إذا تو سول كما نقول أنا وحيد. لو نو كومان إي غارمون تو سول، الاسم العام هو نادرا ما يكون وحيدا. إذا نقول مثلا أن أغبغ، أن أغبغ، إذا نقول شجرة. إذا هاد أه سي تان ديتيرمينو. إذا أون تخوف جينيرالمون دوفون لوي أن بوتي مو أبلي أبلي لو ديتيرمينو. إذا نجد أمام هاد الاسم العام اون تخوف جينيرالمون، يعني اننا نجد عموما. طبعا عندنا هنا لو فيرب تخوفي، اون تخوف جينيرالمون يعني عامه او عموما، دوفون لوي امامه، امام هذا الاسم، ان بتي مو يعني كلمه صغيره، كلمه صغيره. ابلي تسمى لو ديتيرمينو، لو ديتيرمينو اذا محددا، تسمى محددا. اذا مثلا نقول ان نوم، ان نوم رجلا، ولكن لا يمكن ان نقول مثلا ان مصطفى او ان جورج. طبعا الاسم الخاص لا يمكن ان نسبقه بهاد لو ديتيرمينو. جينيرالمون عموما الي فورمي افيك ان سول مو، في العموم انه يتشكل، انه يتكون، نتكلم عن لو ديتيرمينو افيك ان سول مو، يتكون من كلمه واحده مي. ولكن ال بوتيتر، ال بوتيتر كونستيتوي افيك دو مو، avec deux mots. ولكن يمكنه constituer، أن يركب أو يكون avec deux mots، ممكن أنه يكون من كلمتين صغيرتين. سنرى بعض الأمثلة. Voici quelques exemples. Voici quelques exemples. ها هي بضع أمثلة. إذا طبعا عندنا النوع الأول، عندنا واحد النوع من لي ديتيرمينو كما نرى في الصف الأول، كما نرى في السطر الأول. إذا عندنا أ، إن، دي، لو، لا، لي،
ثم عندنا الابوستروف ثم دو الابوستروف. كما تنشوفوا هذه الاخرى فيها جوج ديال الكلمات صغار. لو ديتيرمين هنا يتكون من كلمتين. ثم عندنا في السطر الثاني سو، في السطر الثاني عندنا ادوات الاشاره كما نقول، حتى هما تيدخلوا في هذا لو ديتيرمين. عندنا سو سيت سيت سي. ثم عندنا بعد منها مو مو ما مي طون طا طي. اذا عندنا ادوات ديال الملكيه مو ما مي طون طا طي. ثم عندنا ادوات الملكيه ايضا سون سا سي نوتر نو فوتر فو لور لور. ثم عندنا سيغتان سيغتان كما نقول بعض، كما نقول هنا بعض المؤنث والمذكر. ثم عندنا سيغتان المقصود بها بعض في الجمع. ثم عندنا كيل 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 كيلكو كيلكو. ثم عندنا نيل نيل اوكين اوكين. هاد لي ديتيرمينو سنراهم فيما بعد. رومارك، اذا عندنا ملاحظه اون فيغا دون دوطخ لوسون، اون فيغا دون دوطخ لوسون، اننا سنرى. طبعا اون فيغا هذا لو فيغ فواغ، اون فيغا يعني اننا سنرى، لو فيغ فواغ كونجيغي او فيتور سامبل. اذا نتكلم عن فعل راى مصرف في المستقبل. اون فيغا اننا سنرى دون دوطخ لوسون في دروس اخرى. كون بو كلاسي لي ديتيرمينو باننا نستطيع ترتيب هذه المحددات بار كاتيجوري في مجموعات. لي زارتيكل مثلا كما راينا في السطر الاول، اذا نتكلم على لي زارتيكل. ثم لي زادجيكتيف بمستخاتيف كما نرى في الصف الثاني، كما نرى في الصف الثاني. لي زادجيكتيف بوسيسيف كما راينا بعدهم الى غير ذلك. ثم اتيل ان جونغ او ان نومبر، اتيل ان جونغ او ان نومبر. لو جونغ المقصود به واش هو مؤنث ومذكر. اذا واش هو عدد التانيث والتذكير او ان نومبر. طبعا النومبر المقصود به كما نقول العدد، المقصود به هنا المفرد والجمع. اذا هل هاد لي ديتيرمينون ان تتخضع للمؤنث والمذكر تتخضع للمفرد والجمع. بمعنى اخر لو ديتيرمينون ا بريسك توجور لو ميم جونغ ماسكولا او فيمينا اي لو ميم نومبر سينغولي او بلوريال كو لو نو كو لو نو. اذا نتكلم على لو ديتيرمينون هاد المحدد ا بريسك هو عنده تقريبا ا بريسك توجور دائما لو ميم جونغ نفس النوع، نفس النوع ماسكولا او فيمينا ممكن يكون مذكر هو مؤنث. اي لو ميم نومبر ونفس العدد سينغولي او بلوريال ممكن يكون مفرد او جمع. كو لو نو مثل الاسم. اذا طبعا هو غيكون تابع الاسم. الا كان الاسم مؤنث غيكون هو مؤنث، كان مذكر غيكون هو مذكر، كان مذكر غيكون مذكر، كان في المفرد والجمع غيكون هو في المفرد او في الجمع. سوف اكسبسيون سوف اكسبسيون ما عدا استثناءات. هناك بعض الاستثناءات التي لا تخضع لهذه القاعده ديال المؤنث والتذكير ديال الافراد والجمع. اون ديكي ساكور اون جون اي اون نومبر افيك لو نو كوم. اون دي كيل ساكور اون جون اي اون نومبر افيك لو نو كوم. اون دي يعني اننا نقول مادام ان هاد لو ديتيرمينو تيتبع الاسم ديالو في المفرد وفي الجمع في المؤنث وفي التذكير. اذا اون دي اننا نقول كيل ساكور بانه يتوافق اون جونغ يعني في النوع اي اون نومبر وفي العدد افيك لو نو كوم مع الاسم العام، مع الاسم العام. كما نقول هنا الاسم المشترك، كما نقول هنا الاسم المشترك ملي تنقولوا شجره. اذا كل نبات اللي بهذا الشكل يسمى شجره. اذا طبعا هذا الاسم كما نقول انه مشترك، مشترك بين كل هذه النباتات اللي عندها هذا الشكل. عندما نقول تلميذ طبعا نتكلم عن كل الاطفال اللي عندها نفس السمه ديال التلميذ، انه تيمشي للمدرسه، انه تيقرا. اذا طبعا كل هاد الاطفال كل واحد منهم يسمى تلميذ. اذا نتكلم على لون كوم. اما في حال فاش نتكلم على مصطفى مثلا او نتكلم عن مريم،
إذا نتكلم عن اسم خاص بالشخص، إذا هذا استنو بروبر ولكن ماشي كومان. اكزامبل، مثال لي شيان. إذا نتكلم عن الكلاب، لومو لي، لومو لي. إذا الكلمة لي اي شيان ثم كلمة شيان سونت اكوردي، يعني أنهم متوافقون، أنهم متوافقان كما نقول. اي سون تو لي دو او ماسكولان بلوريال، وبأن كلاهما الاثنان، وبأنهما كلاهما الاثنان او ماسكولان بلوريال، يعني في المذكر الجمع. وستخوفتيل، أين يتواجد هو؟ أين يتواجد هو؟ أين يتواجد هو؟ نتكلم عن لو ديتيرمينون، فين توجد؟ إل بوتيتر بلاسي جوست أ كوتي دو نو، إل بوتيتر، إل بوتيتر بلاسي جوست أ كوتي دو نو. إل بوتيتر، يمكنه بلاسي، أن يوضع جوست، جوست كما نقول تحديدا، أ كوتي دو نو، قرب الاسم. إل بوتيتر سيباري بار أن، إل بوتيتر سيباري، يمكنه أن يفصل. طبعا لو فيرب سيباري، لو فيرب سيباري هي فعل فصل. إل بوتيتر سيباري، يمكنه أن يفصل بار أن بواحد أو بليزيوغ زوطخ مو، أو بمجموعة كلمات أخرى، أو بمجموعة كلمات أخرى. إذا طبعا هاد لو ديتيرمينون يمكنه أن يوضع تحديدا بالقرب من الاسم. Il peut être séparé par un ou plusieurs autres mots. ويمكن أن يفصل بواحد أو بمجموعة كلمات أخرى. Exemple, كمثال le chien. نقول le chien. الكلب. هاد ال هي هاد لو. تتحدد لنا هاد الكلمة بالتعريف، أن تعرفها. نقول مثلا le petit chien. كما تنشوف في العبارة الثانية، فصلنا بين لو وفصلنا بين شيا، فصلنا بيناتهم بكلمة بوتي، بوتي. إذا نتكلم عن الكلب الصغير. إيسي، إيسي هنا لو إيسي باغي دي مو شيا. إذا هنا كلمة لو إيسي باغي هي مفصلة، هي مفصولة دي مو شيا عن كلمة شيا. أتونسيون، انتباه، سيغتان مو غوسومبل أ دي ديتيرمينون مي نون سون با. إذا سيغتان مو بعض الكلمات غوسومبل، غوسومبل أنها تشبه، سالو فيرب غوسومبلي، هذا فعل شابه، غوسومبل أنها تشبه أ دي ديتيرمينون، أنها تشبه لمحددات، مي نو سون با، ولكنها ليست هي، ولكنها ليست هي، مي نو سون با، ولكنها ليست هي، المقصود أنها ليست محددات. بعض الكلمات ممكن أنك تجد له في بعض الجمل، ولكن ليست محددة. المحددة هي اللي بحال اللي عندنا هنا، عندنا لو شيان تتبعها اسم، نقول لارفغ، الشجرة الأصل ديالها لو أرفغ، لو أرفغ. طبعا أرفغ مبدؤها بأ، لو منتهية بأ، كما تنشوفو عندنا دو فويال كي سو رونكونتخ. إذن أون سوبخيم لا بخوميييغ، أون سوبخيم لا بخوميييغ، إي أون مي أبوستخوف، إي أون مي أبوستخوف. إذن طبعا نحذف الأولى ونضع أبوستخوف، فنحصل على كلمة لارفغ، لارفغ. إذن عموما نقول مثلا كما عندنا هنا لو شيان، في بعض الجمل نجد هاد كلمة لو، في بعض الجمل نجد لو، لكنها لا تعني هاد لو ديتيرمينون اللي تنهضرو عليه هنا. سنرى مثلا هنا بوغ إتر سيغ، بوغ إتر سيغ، لكي نكون متأكدين، إل فو فيريفيي qu'il soit bien accompagné d'un nom. لكي نتأكد، il faut vérifier. Il faut vérifier. Il faut vérifier. يجب التفتيش. qu'il soit bien بأن هي بشكل جيد accompagné accompagné d'un nom. بأن مرفوقة باسم. بحال اللي عندنا قبلا. بحال اللي شفنا قبلا. لو متبوعة بماذا؟ بماذا هي مرفوقة؟ لو شيا مرفوقة باسم. إذن نلاحظ المثال الموالي. إكزامبل، إكزامبل، كمثال جو لو مونج. عندنا لو ولكن بعد منا شنو؟ واش كاين اسم؟ عندنا مونج، هذا سالو فيغ مونجي، هذا فعل أكلة، وفعل أكلة ماشي اسم، هذا فعل. هذا المقصود به هنا جو لو مونج، أنا أكلتو، أنا أكلتو. هاد لو اللي عندنا هنا
ماشي هي ال اللي تنتكلموا عليها؟ نقول مثلا لو شيان الكلب. هنا عندنا جو لو مونج، انا اكلته. هاد لو اللي عندنا هنا المقصود به هاد الهاء في اللغه العربيه اكلته. اذا هاد لو تتعوض لنا واحد، هاد لو تتعوض لنا واحد لو كومبليمون، تتعوض لنا كما نقول مفعول به. لو مو لو، كلمه لو ني با اكومباني دان نو كوم، ني با اكومباني دان نو كوم. اذا كلمه لو ني با اكومباني دان نو كوم ليست مرفوقه باسم، ليست مرفوقه باسم عام. سوني دونك با ان ديتيرمينو، هي ليست اذا ديتيرمينو. يجب ان نفرق بين هاد الكلمات. اذا حتى لا نطيل نكتفي بهذا القدر، حياكم الله والى لقاء قادم باذن الله.